البيان اليوم، اقرأ في خيانة قطر. طرد قطر بعد اكتشاف تآمرها عزز فاعلية قوة التحالف في اليمن، واستهداف جنودنا البواسل جزء من تاريخ حافل بالغدر، ومغردو وسم غدر 4 سبتمبر يستنكرون التآمر القطري. رئيس جمعية العباقرة العالمية مناهي الثابت تكشف للبيان ما تعرضت له من حملات تشويه إجرامية. قطر وقطيعها الإرهابي يستهدفان مبدع العرب، ودوحة الشر وراء التصحر المعرفي في العالم العربي. وفي خيانة قطر، 9 أساليب شيطانية لغسل الأدمغة العربية. كشفنا اليوم في البيان وجها آخر للتآمر القطري على العقول العربية، فقد داب تنظيم الحمدين طوال السنوات الماضية على إشعال نار الفتن والمؤامرات لضرب المبدعين العرب والموهوبين والعلماء عبر توجيه ميليشياته الإرهابية لتشويه سمعة كل من يحمل فكرا تنويريا منفتحا يتعارض مع أفكاره الرجعية ومخططاته الخبيثة. وأيضا الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل: الغضب في عائلة آل ثاني يتصاعد، وقانوني: علاقات قطر بالعصابات أقوى من علاقاتها بالدول. وعلى الصعيد الرياضي: ألمانيا تعارض استضافة قطر لمونديال 2022. وفي الشأن الاقتصادي: أضرار كارثية تثقل كاهل الاقتصاد بعد 3 أشهر من المقاطعة، والوكالة العالمية تواصل خفض تصنيف الشركات القطرية، وبنك الدوحة في طريقه إلى الاقتراض. وفي رأي البيان تقرؤون: بقدر سعادة المسلمين بنجاح المملكة في موسم الحج الحالي، بقدر صدمة وحسرة إيران وتنظيم الحمدين اللذين كانا يتمنيان وقوع كوارث وحوادث كبيرة تزهق فيها أرواح مسلمين، لبوا دعوة الله سبحانه وتعالى لزيارة بيته الحرام.